اي نعم، بالنسبه لعمل المسابقات وياتي اكثر من فريق وكل فريق يدفع مبلغا من المال، ثم بعد ذلك الاول ياخذ الجائزه الاولى، الثاني ياخذ، هذا قمار، هذا لا يجوز، محرم، الا اذا كان الجوائز هذه تقدم من طرف خارجي غير مشارك في المباريات، او الجواز مقدم من طرف واحد، يعني فريق واحد من الفرق يقول يا جماعة هذه جوائز وتعالوا العبوا بدون مقابل، واللي يفوز يأخذ هذه الجوائز ما في بأس، أما أن هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع واللي يفوز يأخذ ما دفع، هذا قمار لا يجوز، هذا حتى مباراة الدولية ما يجوز، هذا محرم.